في الشأن التربوي دائما وفي ذات الصدد، وبخصوص المكتب الخاص باستقبال ملفات المتعاقدين، أشارت بن غبريط إلى أنه يبقى مفتوحا طيلة اليوم لمنح المتعاقدين إمكانية دفع الملف كفرصة أخرى لتعويضهم على فات يبقى أجلها إلى غاية 30 من أبريل. والتصريح في ميكروفون هاجر زليلف. فتحنا اليوم وغدا، فتحنا واعطينا إجراءات لكل مديريات التربية باش المتعاقدين اللي راهم متأخرين في التسجيل عندهم اليوم وغدا طول النهار باش يسجلوا نفسهم. وقلنا لهم باللي العقد للشغل يقدروا يحطوه حتى 30 أفغيل. كما أمضت وزيرة التربية نوريا بن غبريط مع وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على 4 اتفاقيات تقدم كمشاريع لعصرنة وتطوير قطاع التربية الوطنية، آخرها مضمونها يتعلق بتخفيض يصل إلى 40% في اشتراك الإنترنت للأسرة التربوية. هاجر زيف. سنرقمن المناهج الكتب الوثائق المرقمة والتسيير عصرنة القطاع التربية الوطنية، وهذه الاتفاقيات تمس 4 مشاريع كبرى اللي قدمناهم اليوم. المشروع الأول هو وضع نظام آلي للتسيير الإداري والبيداغوجي. المشروع الثاني رقمنة المحتويات البيداغوجية. والمشروع الثالث إنشاء مكتبة رقمية. والمشروع الرابع هو إقامة أرضية إلكترونية للتكوين عن بعد. والهدية اللي أردنا أن نقدموها اليوم للموظفي القطاع هي تخفيض في السعر الاشتراك في الانترنت ما بين 33 إلى 40% لكل موظف. من جهتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكدت أن المشاريع ستنفذ في الأشهر القليلة القادمة، وأضافت أن التخفيض في الاشتراك يختلف حسب درجة التدفق من 2 إلى 8 ميجا. خلال الأشهر القادمة سنعمل على تنفيذ هذه المشاريع والتي كلها تندرج ضمن إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التربية من أجل الأسرة التربوية كافة من معلمين ومسيرين وإداريين، سيستفيدون من تخفيضات بالنسبة لسعر الإنترنت لاتصالات الجزائر من 33 إلى 40% حسب سعة التدفق من 2 إلى 8 ميجا، ومن جهة أخرى تخفيضات تصل حتى 60% على سعر الاشتراك في المكتبات الرقمية 3 و4 في طور الإنجاز على مستوى اتصالات الجزائر حتى يكون كل هذا المحتوى الرقمي في خدمة التربية في خدمة التعليم.